لما بتيجي سيرة الشباب في أي جملة دايما بتكون مرادف للأمل والحماس والطموح. دايما كل الأجيال بتستنى من الشباب إنهم يحققوا اللي قبلهم ما قدروش يحققوه. كلنا بنشوف ولادنا النور اللي جاي والتفاؤل اللي عايشين بيه وليه. والنهارده هيكون لينا لقاء مع واحدة من المؤسسات اللي أمنت بالشباب واهتمت بيهم وأتاحت لهم فرص يكتشفوا نفسهم وينموا مهاراتهم في أكتر من مجال واهتمام وأكتر من مستوى. لقاءنا النهارده مع مؤسسة أضف اللي هيتمثلها الأستاذة إيمان درويش مديرة مشروع تمكين الشباب بالمؤسسة. وخلينا كمان هنرحب بأمنية نجيب فنانة بصرية وأحد المتدربات في ورش تدريب المدربين اللي شغالة دلوقتي. أهلا بيكم. أهلا بيكم. أنا عايز أسألك في البداية بقى لأنه في ناس كتير قوي ما تعرفش مؤسسة أضف. إحنا قبل الهوا قعدنا نتكلم أنا ورانا وقعدتي كده تعرفينا شوية حاجات كده وكنا سعداء جدا لأنه حسينا ان في مساحه كبيره قوي لتفريغ الشحنات بتاعت الشباب في المؤسسه دي. وقلت لنا ان هي متقسمه لكذا في معسكرات في مدارس في مش عارفه ايه. فارجوكي تدينا بقى فكره اللي قلتيه لنا على الهوا ده الناس ما تعرفوش. ارجوكي. اوكي. هي مؤسسه أضف هي ابتدت في 2007. كانت الفكره البدايه خالص هي فكره عمل معسكرات للفتيه من سن 12 سنه لسن 15 سنه. اوكي. دي كان مؤسسين المؤسسة نفسها هم اللي عملوها، كانت علي شعث ورنوى يحيى. وكان الفكرة ما يبقاش بس مقتصرة على الشباب المصري، هو على الشباب العربي. فبدأت المعسكرات دي في 2007 وابتدى يبني منها أجيال مختلفة. ابتدت تكبر فكرة المعسكرات اللي هي ابتدت من 2007 ان احنا كمان محتاجين مساحة حرة الشباب يقدروا يعبروا فيها عن رأيهم، تعلموا فنون مختلفة، تعلموا ديجيتال يعني او التعبير الرقمي. فابتدى يفكر في فكرة مساحة اسمها مساحة دكة. مساحة دكة. دكة. أوكي. إن الشباب يقدروا يجوا يذاكروا فيها. يعملوا ورش فنية، ورش ثقافية بأشكال مختلفة. حلو الاسم ده رن. مساحة دكة. هي مساحة اسمها مساحة دكة. يعني زي الدكة اللي بنقعد عليها في البيت. وفيها أريحية للشباب والفتية إن يحسوا إن المكان بتاعهم. لأن صعب قوي يروحوا يقعدوا في كافيه وهيدفعوا مبالغ كبيرة مش هيقدروا يذاكروا بشكل افضل. فاحنا خلقنا لهم مساحه جوه أضف اسمها مساحه دكه. ولما عملنا المعسكرات ودكه قلنا طب احنا محتاجين كمان الفتيه دول اللي ما بنقدرش ناخدهم كلهم للمعسكرات بتاعتنا، ان احنا محتاجين نعمل حاجه اوسع وناخد اطفال اكتر ينضموا لينا لأضف. ففتحنا حاجه اللي هو مشروع تمكين الشباب رقميا لفتح مدارس صيفيه داخل أضف وخارج أضف. احنا شايفين سيما دكه هنا كمان. اما في سينما دكه بتاعت يوم الثلاث. بتبقى ايه بقى سيما دكة بتاعت يوم الثلاث دي؟ سينما دكة دي هو كل شهر بنعمل تيمة من التيمات من الأفلام العالمية أو المصرية أو المختلفة. فالتيمة مثلا شهر مارس هي عن السينما المكسيكية. فنجيب أفلام خاصة بالمكسيك ويبتدي يتعرض عليها أفلام ويحصل فيها مناقشات مع الشباب اللي بيجوا دكة، أو مش بس الشباب، في اعمار مختلفه بيبتدوا من سن 15 لغايه الاربعينات والخمسينات. شفنا في الفيديو فعلا اللي احنا داخلين بيه ستنجان شفنا اعمار مختلفه وكبار. ولا انت قلتي دولت يمكن دول المتدربين اللي احنا شفناهم في الفيديو ده هم المتدربين اللي هيبقوا المدربين بتوعنا في المدارس الصيفيه اللي هم الاستاذه امنيه. حلو قوي. فسينما دكه هي ليها تيمة كل شهر بنعرف الشباب والمجتمع المحيط بينا اللي في المقطم عن السينما المختلفه، وبنبتدي نعمل لقاءات معاهم وحوارات حوالين الفيلم، حوالين الإخراج، حوالين فكرة الفيلم نفسها. بنفتح مجال أوسع بكتير. ده بيكون في فترة معينة من السنة ولا على مدار السنة كلها؟ لأن المعسكرات دي يمكن تكون في الصيف أكتر. المعسكرات إحنا عندنا المعسكرات بتبقى في الصيف في شهر 7 أو شهر 8. السنة دي هتبتدي من 21/7 ل 4 أغسطس. فيها مفروض هيبقى فيها 60 طفل، 30 طفل بيبقوا مشتركين من الاهالي هم اللي بيجوا يدفعوا يعني يجوا يقدموا المبلغ المطلوب للورشه. وفي 30 بيبقوا من الجمعيات الشركاء لينا في أضف من المجتمعات المحليه او المجتمعات المحتاجه لخدمات تنمويه بشكل مختلف. انا عاوزه اتكى على النقطه دي لان دي مهمه قوي. يعني ال 60 طفل اللي بيدفعوا دولت بتاخدوا منهم جزء عشان تصرفوا على اللي هم جايين تدوهم خدمه او تمرنوهم. هم غير قادرين. بالظبط كده. المبلغ المقدم بيخدم الحاجتين. بالظبط. ان هو بيتحمل طفل تاني من منطقه ما يقدرش ان هو يتحمل التكلفه دي. ما يقدرش يتحمل التكلفه دي. فاحنا بنحاول نخلي
في يعني اندماج المجتمع مع بعضه من كل الطبقات اجتماعيه اقتصاديه من ثقافات مختلفه، مش بس من مصر، كمان من الدول العربيه الاخرى. يعني ده بس ما بيحصلش في داخل مصر بس، لا في تونس وفي بيجي لنا ناس من المغرب ومن السودان ومن لبنان. هي بدت من فين معلش؟ هي فكره بدت في مصر. علي شعث الله يرحمه هو اللي بدا الفكره، فكره المعسكرات الرقميه. اوكي. المعسكرات الرقميه هو مش معسكر من المعسكرات المعتاده بل هي بتعتمد على الديجيتال بشكل عام. يعني ايه برضه؟ تعالي نبسطها يا ايمان اكتر. نبسطها اكتر. هي فكره تعليم فنون مختلفه، هم اربع فنون اساسيه بيتعلموهم الولاد معانا. هو التعبير البصري، الفيديو، الصوت والموسيقى، والحوسبه. وكل دول بيتعلموها من خلال ان هم يعملوا فنون بشكل يعني بالالات او بالادوات العاديه، وازاي يحولوها ديجيتال على الكمبيوتر. الحوسبه ده الكمبيوتر يعني؟ الكمبيوتنج. كمبيوتنج. الكمبيوتنج. فهو بيعلموا الولاد ازاي يعملوا برنامج بتاعهم، ازاي يقدروا يصوروا وينقلوها ويعملوا مونتاج للفيلم اللي صوروه، ازاي يقدروا يعرضوا فكره بتاعتهم بشكل مختلف. فيها ابداع، يعني بيخلي الطفل هو اللي يقرر هو عايز يقول ايه وعايز يعمل ايه وبيشوف ده ازاي. حلو قوي. الفنانة أمنية. التعبير البصري. هي من بعيد عمالة تعمل لنا تعبير بصري وساكتة خالص مفيش أي حاجة. اتفضلي. أوكي. يعني إيه تعبير بصري؟ تعبير بصري إن أنت تقدر تعبر عن نفسك من خلال الرسم أو كل شيء مرئي، يعني عن طريق الفوتوغرافيا، عن طريق الرسم، عن طريق كولاج. الكولاج اللي هو فن قصائص الصور وتركيبها مع بعض، بإن أنت تخلق أشياء مختلفة، ان انت تعبر عن نفسك بان انت تخلق قصة من خيالك وازاي تصورها، ترسمها او حتى تصورها عن طريق ان انت تصورها او انت تركب لها خلفيات مختلفة وتدمجها على كمبيوتر او حتى بايدك. اي شكل من اشكال التعبير عن طريق ان انت بتحول كل حاجة، كل افكارك لشيء مرئي بالورقه بالقلم، وتعبر عن نفسك حتى بالرسم، حتى لو انت مش فنان او حتى لو انت ما بتعرفش ترسم. بس ده كان مهم جدا ان احنا نعبر عن نفسنا عن طريق الورقه والقلم بشكل حر تماما بدون اي قيود، وبدون كمان ما فكره انه انا بعرف ارسم او ان انا رسمي احسن او ان انا ما هي دي اللي كنت عايز اسالها. يعني ما في، مش لازم يبقى في موجود موهبه. بالظبط. انت ممكن تتعلم وانت موجود. وده كان من الاهداف الرئيسيه انه احنا بندرب خيالنا، انه الخيال والابداع شيء ممكن نتعلمه وممكن نتمرن عليه. هو يعني ما فيش حد بطبيعته. في ناس كتير قوي ممكن بتتعلم انها يبقى خيالها واسع، انها تبقى مبدعه وتفتح تفتح، او ممكن يبقى عندها خيال بس مش عارفه تعبر، مش قادره تعبر عن نفسها او مش قادره تكتشفه. يعني ده كان مهم جدا، فكره اكتشاف الناس لنفسها من خلال التعبير بشكل حر تماما بدون اي قيود، وبدون كمان وجود سطوه حتى معينه من المدرب علينا. يعني هو ما كانش سايبه في حاله على قد ما يقدر. بعد ما بيديله التعليمات المفروض بس او كيفيه ان هو يعبر عن نفسه بيسيبه بعد كده. صحيح. هو ده تفريغ الشحنات اللي احنا كنا بنتكلم عنها، وده فعلا اللي احنا محتاجينه، لان احنا هنا بنفرغ الشحنات يعني باسلوب مختلف شويه. الناس اللي بتتعلم رياضه بتلعب رياضه، لكن في الجوانب السلبيه الثانيه اللي هو انزل الشارع. صحيح. طبعا. لا وعندهم مساحه من الوقت. طب انت المرحله العمريه اللي بتتعاملي معاها سن كام؟ هو انت عارفه في ممكن صعوبه طبعًا. في انه هو ان هي تخليه يعبر عن نفسه. يعني في مثلا مرحله بتبقى مقفوله، هي دي من 12 سنه يعني. انا ما دربتش قبل كده، يعني انا ما دربتش يعني في سن غلاسه كده. في سن غلاسه رسمي يا عارف مصلحه اصل انا عدى عليا يعني. طبعا هو مش سن غلاسه، هو سن اكتشاف. بالظبط. ممكن لازم نساعده. وفي جزء يعني اكتشاف بغلاسه يعني. لا والله مش بغلاسه برضه، يعني هي فكره بيكتشفوا اللي حواليهم لانهم خرجوا من المجتمع الصغير اللي هو الاسره والمدرسه والنادي المقفول. صحيح. الاكتشاف العالم الاكبر. صحيح. فعندهم اسئله كتيره، عندهم افكار مش عارفين يعبروا عنها. لا بس دي مهمه امينه وزيها من المدربين. مش مهمه سهله على فكره. بتحتكي بيهم ازاي بقى او يعني معاهم؟ طيب. هو انا لسه ما دربتش قوي شباب او اطفال. انا دي كانت اول مره ان انا اخوض اصلا تجربه ان انا اتعلم ازاي ادرب اطفال او شباب في الفئه العمريه دي. وكان التدريب اللي قدمه لنا الفنان باسم يسري لينا انه هو دربنا احنا كمجموعه كانه بيدرب بالظبط اطفال. يعني احنا خضنا تجربه ان احنا الاطفال اللي بيتم تدريبهم.
فده قاعدين في مكانهم عشان تحسوا بالظبط علشان نعرف بالظبط هم بيتعاملوا مع بالظبط ازاي هم بيتعلموا والنتيجه اللي بتطلع. فاحنا حتى نتيجه الشغل اللي احنا وتدريبات اللي اتدربناها خلال الفتره اللي فاتت دي كلها كانت شبه الحاجات اللي بتطلع من الاطفال نفسها. يعني يعني احنا كنا حاسين ان احنا اطفال بيتم التعامل، طبعا مش اطفال يعني ان احنا على قد يعني صغيرين، بس لا طريقه التدريب نفسها والحريه اللي احنا بنتعامل بيها بدون بقى فكره ده صح ده غلط ده المفروض يتعامل او ده مش المفروض يتعامل. الطفل لما بيجي يعبر عن نفسه ما بيبقاش بيفكر في ده، فاحنا ما كناش بنفكر في ده رغم ان احنا كبار وعارفين بقى ممكن الناس دارسه مننا فنون. انا دارسه فنون مثلا، بس انا كنت بتعامل ان انا لا ان انا مش عارفه خالص ايه الفنون دي، وانا بتعامل مع الحاجات كاني بتعامل معاها لاول مره رغم ان انا خدت التجارب دي واشتغلت بيها قبل كده. هنقف بقى عند النقطه دي لكن بعد الفاصل بقى هنكمل بعد الفاصل. ايه رايك؟ مشاهدينا الاعزاء فاصل سريع ونرجع لكم على طول، تابعونا. رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم عن مؤسسه اضف. يمكن احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الفنانه البصريه امنيه عن الحريه، عن الانشطه المختلفه، عن هم الاطفال مش اطفال يعني اللي هو من سن 20 سنه 12 سنه بيتعلموا ايه، وده كان اخر كلامنا. الحقيقه انا عاوزه ارجع تاني لاستاذه ايمان مديره المشروع واسالها، هل الانشطه اللي هم بيتعلموها زي الرسم زي الفيديو زي الحاجات دي كلها، هل تبقى بس هدفها ان هم يتعلموا خلاص ولا بيكون في اهداف مختلفه؟ لا طبعا المناهج اللي احنا كاتبينها لكل منهج فيه 36 جلسه، كل جلسه فيها قيمه تربويه اجتماعيه بنعلمها للطفل ازاي ان هو يقدر يتعامل يبقى يتعامل مع الاطفال اللي معاه او الفتيه. احنا نقلناهم من مرحله الاطفال للفتيه، مش اطفال خالص وازاي يتعاملوا مع بعض، ازاي يتقبلوا بعض، ازاي يشاركوا بعض في شغل في حاجه بيعملوها مع بعض، ازاي يبنوا مع بعض، وده بطريقه غير مباشره. بطريقه غير مباشره اديني مثل كده. يعني في تدريب بنعمله في التعبير البصري عملوه المدربين بتوعنا، ان في ورقه بيضاء والطلب منهم من الفنان باسم يسري ان هم يرسموا رسمه مع بعض في ورقه واحده ولازم يكملوها، وبعد 5 دقائق لازم يقلبوا الورقه 180 درجه، فلازم كل واحد يكمل رسمه غيره ويتقبلها من غير ما ينقدها، لان كل واحد من حقه يعبر عن نفسه بالشكل اللي هو شايفه. كل واحد بيضيف على اضافه الاخر ويبني على يبنوا على بعض. ما بنجيش يقول لا انا عايز اعمل رسمه من الاول، لا هو القواعد بتاعتنا احنا نتعاون نعمل الرسمه مع بعض باللي حط الاساس من غير ما نغير الافكار بتاعت بعض. هل في قيم معينه او محدده انتوا بتركزوا عليها؟ هي ولا طبعا اكيد في قيم في الاساس اللي هو التعاون، تبادل الخبره، في تقبل الاخر، في المشاركه، ابداء الراي، فكره انه ازاي يبدع من غير ما يكون بيجبر الاخرين على الافكار بتاعته بشكل او تقبل الافكار. تقبل الافكار. انت شايفه الصور اللي انا فيها متهيألي ده دي تدريبات بقى. دي تدريبات المدربين بتاعتنا. هم مجموعه من مدربين من القاهره ومن اسكندريه وبني سويف. وفيها مجموعه من المساحات اللي هتبقى شريكه معانا في المشروع اللي هيتفتح فيها المدارس الصيفيه. لان المدارس الصيفيه دي هتبقى من شهر 7 لشهر 9. فأضف عندها في فتره الصيف معسكر وعندها مدرسه صيفيه. لان احنا عدد 60 طالب ما يقدروش يروحوا كلهم المعسكر يعني، بس لا في اطفال ثانيه محتاجه في مناطق مختلفه. ففي هيبقى مفروض في الأضف في المقطم في الوان اوتار في عزبه النصر، هيبقى في حلمك في حلمك في العمرانيه الغربيه، هيبقى في تواصل في عزبه خير الله، في اسكندريه بنشتغل مع طراحة ومع المدينة، مؤسسات كلهم تابعين للشؤون الاجتماعية بس عندهم فكرة الإبداع الفني وخدمة المجتمع اللي حواليهم والأطفال المجتمع بتاعهم. أنت عارفة أنا عاجبني في إيه يا رنا؟ إنه الأطفال أو يعني الفتية بيتدربوا والمدربين بيتدربوا علشان يبقوا اب تو ديت على طول. يعني ده جميل جدا. حاجه كمان مهمه يعني مفيش حد بيكبر على التدريب. انت فاهمه المعنى؟ التعليم ملوش سن، التعليم مفتوح. لا في ناس في الحياه يعني هم شركائنا جنبنا كده تحسي انه ايه؟ انهم بيوصلوا عند مرحله معينه ويحسوا انهم ايه؟ سواء مثلا دكاتره
مهندسين. الدكتور المفروض يذاكر لاخر يوم في انه خلاص وصل لمرحله من المعرفه لا يعني خلاص يعني طبعا. هو التوب. بس الطبيب لازم يقعد يدرس مدى حياته بالظبط يعني مدى حياته هو لغايه اخر يوم آخر في حياتي يوم. انا هقعد اتعلم ان شاء الله لو ورقه على الارض انا عندي مثل ده يعني ان في حد قال انا مش هدخل بنتي طب لانها لازم تذاكر لاخر يوم في عمرها غير كده ما ينفعش تخش طب ده اكيد. طب هل المدربين بيكونوا متطوعين ولا احنا لازم يبقى في احنا المشروع بتاعنا هو احنا في السنه اللي هي التجريبيه فالمدربين احنا بندربهم في الاساس على الفن اللي هو الفن التعبير البصري مثلا عن التربيه الاجتماعيه عن سياسه حمايه الطفل لسه هياخدوا تدريب عن سياسه حمايه الطفل وبعد كده هياخدوا تدريب مدربين ازاي يتعامل مع الطفل ازاي يقف يتكلم معاه ازاي يتعامل كل الخطوات دي لازم يتعاملوا مع كل الخطوات دي الاول بعد كده هنفتح المدارس اللي هي في شهر 7 هم هتبقى اول تجربه ليهم ان هم يبتدوا يدربوا الاطفال دي مع ان احنا بنساعدهم كمؤسسه أدف او المساحات اللي داخلين شركه معانا على التعامل مع الاطفال بعد ما بيخلصوا المدارس الصيفيه دي هيبقى ليهم شهاده معتمده من أدف على الاربع مناهج المكتوبين داخل أدف من متخصصين على المجالات الاربعه اللي احنا بنشتغل عليهم بس هم متطوعين برضه يعني هم متطوعين يعني هم اللي بيقدموا بيسمعوا عن أدف فبيقدموا فبالتالي احنا عملنا استماره عملنا واعلنا عنها على فيسبوك على السوشيال ميديا وجا متطوعين كتير جا ناس جالنا كتير في كل منهج جال يعني في منهج جالنا 80 واحد ما قدرناش ناخد 25 اوكي بس يعني طبعا ما بنلغيش الاخرين بنشوف ازاي هنقدر نشتغل معاهم في المستقبل لكن ال 25 عشان هو تدريب مكثف بيقعد 3 شهور تدريب صحيح امينه طب انا عايزه اعرف اضفت لك ايه؟ ده سؤال لطيف لا اضافت لي يعني هنا احنا قعدنا 10 ايام بنتدرب كل يوم وده في حد ذاته تمرين يعني تمرين ان انت بشكل مكثف في التمرين ده كل يوم بيضيف لك سكيل معينه بيتم يعني الشغل بيها انا كفنانه مثلا انا اشتغلت بكل التمرينات اللي كانت في التدريب دي اشتغلتها لوحدي يعني كنت بمارسها كفنانه بس اول مره اشتغلها مع ناس بخلفيات مختلفه تماما عني بس كان في انسجام وده كان لطيف جدا ان انت تتعرف على ناس مختلفه وناس شبهك وناس ممكن تكون بعيده عنك مش هتقابلهم بس انت بتقابلهم وبتشتغل معاهم وبتطلعوا مع بعض حاجه فده كان لطيف جدا في انه انت ممكن تتقبل البني ادمين التانيين وممكن تشتغل معاهم وممكن تطلعوا حاجه مهمه وجميله جدا دي قيم معينه اضافت لي كمان حته الخيال يعني حته ان كل شيء يمكن تعلمه يعني الخيال والابداع و مش مقصود يعني مش محدده لحد معين لا انت قلتي كذا كذا نوع في التعبير البصري انت اي نوع منهم بتحسي ان هو انت كمدربه بقى تحسي ان هو بيعبر عن خيالك اكتر او بتقدري توصليه اكتر يعني اكيد كلهم حلوين اكيد كلهم بالنسبه لك لا بس في اكيد في مجال معين يعني هقول لك حاجه مثلا انا بكتب وبحب الشعر وبكتب مقالات وبتاع لكن لما تيجي تساليني ما هو كلهم تحت بند الكتابه لكن تيجي تساليني ايه اكتر حاجه انا بحبها لا الشعر اوكي فانت اكيد كلهم مجالات انت بتحبيها وهم كلهم تحت بند فانا يا رنا التعبير البصري لكن في جزء في نوع معين انت بتلاقي فيه نفسك ويمكن هتبقي اكثر احترافيه في توصيله للمدربين الصغيرين اللي قدامك الكولاج اللي هو فن قصائص الورق شفتي انا بحبه جدا يعني بحبه يعني بشكل غريب يعني بحبه جدا لان هو في مساحه كمان ان انت بيبقى عندك قصائص مجلات ورق وممكن بقايا حاجات فبتجمعيها وبتخلقي منها حاجه تانية خالص لوحه او شكل او فده يعني دايما نتيجة بتبقى مبهرة جدا ده اللي هو قص ولزق ده قص ولزق فبيبقى دايما نتيجة مبهرة ودايما نتيجة فيها تكسير كده للحاجات وبتطلعي بره الصندوق بانك تخلقي حاجة من مجرد قصائص مجلات ورق وحاجات كده فده اكتر حاجة انا بحبها بصراحة احنا معانا صورة عن كوميك ده كولاج ده كولاج صح ده مقسوم اتنين انا مش شايفة من هنا ايوه اوكي واللي في النص هو باسم يسري اللي هو المدرب اوكي وانت يا امي طب ودي لي بعد طب وده ايه ده كولاج برضه كولاج برضه
ليه ليه ليه؟ انا عندي كتاب اسمه ازاي هتبقى بارت 2. اوكي يعني في اللي كاتب الكلام ده كولاج ده كولاج ده كولاج ده كان تمرين ده كان تمرين متقسم على كذا حاجه انه يعني اتسالنا ان احنا نالف مشهد من خيالنا ونرسمه بسكتش يعني وبعدين نصوره ونختار الممثلين للمشهد ده من مننا يعني ويتم تصويره على كروما اللي هي الخلفيه الخضراء اللي بتستخدم في الافلام والخلفيات وبعد كده الصور دي تم ادخالها على الكمبيوتر وده الجزء الديجيتال بقى في الموضوع ان احنا بنشيل الخلفيه الخضراء وبنحط فيها خلفيات مختلفة يعني حسب المشهد وحسب ما احنا عايزين المشهد يتحرك ازاي فهو كان تمرين من كذا جزء وطلع نتائج غريبة جدا ومبهرة جدا بس ده فكرة حلوة للناس اللي ما بتعرفش ترسم بالظبط ده بيأسهل لك ان انت تقص مشهد عجبك او صورة عجبك وتلزقها بالظبط طيب بعد ما الولاد او الفتية بيخلصوا الكامب او نقول بقى الأنشطة المدرسية بيخلصوا ايا كان ايه هو ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يعني هل بيرجعوا تاني ولا لا بيرجعوا تاني في ليله سهرة الخميس سهرة الخميس بنعمل لهم خميس او خميس لا كل حفلات خميس 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 لا في حفلات غنى حفلات كاريوكي حفلات تنكريه هم الولاد اللي بيطلعوا الفكره بتاعه الاسبوع اللي هيجوا فيه يقولوا لنا احنا الثيمه بتاعتها هم بتطلع منهم مش مننا يقولوا لنا احنا عايزين نعمل حفله احنا مهتمين نسمع الفنان كذا فممكن نشوف ازاي نقدر نساعدهم انه يجي يعمل يغني معاهم حلو ويبقى بشكل كمان ما فيش ستيج وكده لا في وسطهم وبتضموا الناس بتاعت السنه دي على السنه اللي قبلها السنه اللي قبلها كمان اللي فيه ناس خارجين معسكرات 2007 هم اللي ماسكين المعسكر السنه دي وهم اللي هيديروا المعسكر يا حلو قوي فيعني تعملوا يونيون يعني ويبدني حلو ان هم يفضلوا معانا مستمرين يعني بيبدعونا هم بيدونا الروح ان احنا نقدر نبدع ونبني ونكمل طبعا. لكن ما نقدر هم بينفصلوش عنا هم بيبقوا على طول معانا طب انا عندي سؤال انا ورانا كده يعني ايوه ده الفرع في المعادي يعني احنا قريبين من عندكم احنا في المقطم تحديدا يعني تلت ساعه يعني طب اخر سؤال بقى لان احنا تقريبا وقتنا خلص بتتمنوا ايه او انتم شايفين ان انتم محتاجين ايه عشان تقدروا تكملوا المشروع ده؟ احنا نفسنا ان المناهج دي بجد تدرس داخل المدارس النظامية صحيح يعني كل المدارس النظامية اللي هي المدارس الحكومية والخاصة والدولية لأن عايزينهم يطلعوا إبداعهم خارج الضغط الدراسي اللي بيحصل طول اليوم على الأطفال بشكل أنت قلت كلمة عجبتني جدا المدرس بيكون موجه يعني بيكون دارك أنت لما تعلمي أي حتى مدرسين الرسم والمزيكا صحيح لما تحاولي تعلمي قيم ومبادئ من خلال حاجة يعني من خلال اي نوع من انواع الانشطه اللي هي الفنيه ده بيساعد الطفل ان هو يستجيب لحاجه زي كده متنفس مختلف متنفس تستحيل الدنيا بشكل مختلف فبيقدر يعبر عن نفسه بالشكل ده فاحنا ده حلمنا وفي كمان جزء بنشتغل معاهم على الاطفال ان احنا بنعلمهم عن البرمجيات الحره في كل الاربع فنون دول يعني بدل ما كنا بنشتغل على الفوتوشوب في التعبير البصري اشتغلنا على برنامج جيمب والبرنامج ده مفتوح لكل الناس بداونلود من غير فلوس فده بيوفر على الاسر كثيره فكره ان هم يشتروا الويندوز ويبقى لازم تراخيص لان دي حاجات لكن بالمجان لكل على الانترنت بتنزل بنزل اوبونتو بنزل كل الحاجات الخاصه بالمصادر المفتوحه لان احنا مهتمين قوي جدا بفكره البرمجيات الحره وان هو كمان الطفل ممكن يطور البرامج بنفسه بنشكركم جدا شرفتونا نورتونا والله بجد واتمنى نشوف مؤسسات كتير قوي زي عضو في الحقيقه لان احنا زي ما بنقول دايما ده الجيل اللي طالع وده الجيل اللي جاي فلازم لما نعبر عن نفسنا نقدر نعبر بطريقه سلميه وكويسه وفي فن يا سلام لو كلنا يبقى نقدر نعبر بطريقه فنيه وعضف اضفت لنا النهارده طبعا بشكركم على وجودكم معانا وان شاء الله نشوفكم قريب جدا بمشروع جديد بعقوبات عرفتوا ان انتوا تعدوها او صعوبات عرفتوا ان انتوا في المرحله التجريبيه ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء تابعونا بعد الفاصل على طول هنتكلم عن الاسترخاء واليوجا حطروا الماتس بتاعتكم او فوطه على الارض عشان هنتعلم حاجات كتير قوي عن الاسترخاء تابعونا